لم تعد السماء تمطر ماء، بل إنها تمطر صواريخ تحمل سموما وغازات غير طبيعية مصدرها طائرات العدوان السعودي، والذي لم يجد إلا هذه الطريقة للتعبير عن مساعدته لليمن واليمنيين. في المستشفى الجمهوري حالات عديدة ممن أصيبوا باختناق جراء هذه الغازات المنبعثة، منهم من غادر الحياة متأثرا بها، ومنهم من لا يزالون في العناية المركزة. أنا جالس في البيت مع الساعة حدود 8 9 حصل الانفجار هذا، أول حدود الساعة 10 يعني في الجبل الضربة جات، كان شظايط الطائر في كل مكان. خرجنا إلى بدروم الناس ثانيين، طرحنا الآن ورحنا نسعد بعض الناس، فكنت أنا متأثر من الزكام، فزاد الدخان أثر علينا زيادة. أطباء أكدوا أن الصواريخ التي أطلقتها طائرات العدوان ليلة الجمعة الماضية بالتحديد أدت إلى إصابة 13 حالة وصلت إلى المستشفى الجمهوري، مشيرين أنهم بصدد دراسة نوعية هذه الغازات وفحصها. يعني وصلتنا يوم الجمعة والسبت تقريبا حوالي 13 حالة تعاني من اختناقات وصعوبة في التنفس، بالإضافة إلى ألم حاد في الصدر. وعند عمل الأشعة وجدنا أن الرئتين كأنها تعاني من التهابات مزمنة، وبالتالي وتشمل كل الجهاز التنفسي. الحقيقة بإذن الله تعالى سوف نتمكن بعد يعني إحضار المختصين، وهم موجودين حقيقة، وقد طلبنا هم الصباح للحضور لكي ندري لكم بمعلومات أدق وأوضح. خطيئة تاريخية وأخلاقية يرتكبها العدوان السعودي في اليمن، وستظل هذه الخطيئة تطارد السعودية على مدى التاريخ، وستظل في الذاكرة تتناقلها الأجيال.